السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنقول لكم على الأسرار اللي خلت البذور تنجح. البذور دي احنا كنا مزرعينها من حوالي 7 أيام، زي ما انتم شايفين حضراتكم البذور نجحت. طب ايه الأسرار اللي كده؟ لأن في ناس كتير بتقول لي يا محمود انت بتزرع وبتعمل وما بتوريناش النتيجة، فأنا حبيت أوريكم النتيجة. يا جماعة احنا نسبة النجاح عندنا الحمد لله حوالي 98% من النتيجة، ودي ما بتحصلش بس الحمد لله. بس انا بتبع عده اسباب واحنا شغالين، كنت شغال في المشل، اتبعت عده اسباب كنت دايما ندور عليها عشان تكون نجاح. البذور يا جماعه دي سهله جدا بسيطه، اهم حاجه تتبع الخمس نصايح اللي احنا كنا بننفذهم، هقولهم لك دلوقتي وتتبعهم في كل مكان، صدقني هتكون عندك نسبه البذور الكتيره، هتوفر عندك اشتال، وكمان هتوفر فلوس كتير جدا اكتر من المشتل. خلي بالكم ما تستاهلوش، انت ممكن تروح تجيب بدولار مثلا، عشان نتكلم باللغه بدولار مثلا، الدولار ده هيوفر لك حوالي 150 شتله او 150 نبات من اللي هو الصغير اللي انت بتشتريه ب2 دينار ولا بدينار ولا ب3 دينار ده. طيب ازاي؟ اول حاجه اقول لك على الاسرار اللي احنا كنا بنهدف يا جماعه. اول حاجه لازم نهتم اول حاجه لازم نعرفها ان كل بذور وليها وقت. لازم تعرف قبل ما تزرع البذور تعرف وقتها امتى، لان في بذور بتزرع في الشتاء وفي بتزرع في الصيف، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كل بلد بتختلف الاجواء بتاعتها، ان يعني مصر غير العراق غير الجزائر غير المملكه العربيه السعوديه غير الكويت غير الامارات غير فلسطين غير لبنان، كل بلد وليها جو وليها الطقس بتاعها. فلازم لما تيجي تسال سؤال لاي حد، أنا مش شرط، لو انا مثلا لما تيجي تسكول سؤال انا هزرع مثلا باتونيا، طب هزرع باتونيا، الباتونيا حاليا بتنفع في مصر بس ما تنفعش هنا في المملكه العربيه السعوديه، او ما تنفعش في الجزائر حاليا في الوقت الحالي، القصيه في نباتات كتير جدا. فانا برجوك لما تيجي تسالني هزرع كذا تذكر لي البلد اللي حضرتك موجود فيها بحيث اني اديك الاجابه الصح. فدي لازم نختار المكان المناسب والوقت المناسب للبذور. تاني حاجة يا جماعة لازم نختار بذور صالحة، بذور دي أهم حاجة، دي نقطة، إن أنت في بذور معظمها بتكون مثلا مسوسة أو يعني لا تصلح للزراعة. طب أنت مثلا عايز دلوقتي مثلا أنا ما أعرفش، طيب لازم تعرف البذور لازم ما تكونش فيها سوس، ما تكون ناضجة، سواء لو أنت هتجيبها من على الشجرة، هتجيبها من عند أصدقائك، هتجيبها من عند العطار، هتجيبها من عند أي محل بيبيع بذور زراعيه. دي تالت حاجه. طيب اول حاجه يا جماعه اهم حاجه في الزراعه، لازما لما تيجي تزرع ما تزودش، ما تحطش هو 2 سنتي تحت التربه بس. يعني لما تيجي تزرع، انا حاكي ده كله، ده الكلام ده في الفيديو بس هنعيده سريعا، لازم تحط مثلا 2 سنتي بس في التربه، ما تزودش تراب على البذور. تاني حاجة البذور دي ما تعطشهاش خالص، يعني تخليها على طول دايما رطبة، دايما يعني ولا هي اللي عطشانة ولا هي اللي فيها مية زيادة عشان ما تبص ولا تعرف. تالت حاجة لازم تعرضها للشمس كل يوم، كل يوم 3 4 5 ساعات شمس مباشرة على طول، تعرضها للشمس عشان تطلع على طول في السليم. الحاجة الخامسة لازم يا جماعة الحاجة اللي هتزرع فيها، بما انك ان انا بكلم ناس موجوده في البيوت موجوده في المنازل، لازم اي حاجه تزرع فيها لازم يكون لها فتحات من تحت، وده انا ذكر الحاجات دي كلها موجوده في الفيديو اللي هسيب لكم تحت زراعه البذور، وده كده البذور دي هتنفع معاك. طيب واحد يقول لي يا محمود احنا بعد ما زرعنا حبينا ان انا زي ما انت شايف الكميه كتيره كده من البذور دي، حبينا ان احنا نوزعهم، هنزل لك فيديو عن التوزيع. يبقى احنا لازم اول حاجه نختار الوقت، نعرف البذور بتزرع في شهر كام اللي احنا هنزرعها، لان في بذور بتختلف حسب الاجواء وحسب المناطق. تاني حاجه نشوف البلد، يعني لما تيجي تسالني عن بلد في كمانت تقول لي يا محمود انا هزرع كذا، تقول لي تذكر لي اسم البلد عشان كل بلد وليها نباتات بتنفع فيها وفيها نباتات ما بتنفعش. عشان تالت حاجه الميه والاضاءه، الزراعة طبعا دي سهلة جدا، وصدقني انت لو اتبعت الطرق دي هتكون عندك مشتل. يا جماعة روحوا هاتوا اشتروا وهاتوا، البذور رخيصة جدا، وما نخليش كمان بتاع المشاتل يضحكوا علينا، مع ان الجماعة بتاع المشاتل بيزعلوا مننا وبيزعلوا مني عشان الفيديو بتاع الجهنمية اللي انا اتكلمت عليه، ناس كتير زعلت وقالت يا عم انت مش عايزنا نبيع ولا ايه، فكل واحد ليه رزق. ويا ريت تكون الفيديوهات بتعجب حضراتكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك، و آخر الفيديو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.